طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم في الجزء الثاني من الجزء الخاص بالاسيد بيز اكوليبريم، اللي هو الخاص بالسترونج اسيد اند سترونج بيزس وويك اسيد اند ويك بيزس. هنبدأ اولا بالسترونج اسيدز ثم السترونج بيزس، وبعدين نختم بالويك اسيدز والويك بيزس. سترونج اسيد وسترونج بيزس. اولا بالنسبه للسترونج اسيد، ما هي السترونج اسيد؟ او الاول سترونج اسيدز والسترونج بيزس ار سترونج الكترولايت. يعني ايه سترونج الكترولايت؟ يعني لما تتذوب في الميه بتتحول كومبليتلي الى ايونز. فالسترونج اسيدز والسترونج بيزس ما بتبقاش موجوده في الووتر في صوره مولكيولز، بتبقى موجوده كومبليتلي في صوره ايونز. فلو جبت سترونج اسيد وحطيته في ميه، دوبته في ميه، يتحول من صوره المولكيولز الى صوره الايونز كومبليتلي ايونايزيشن. كذلك السترونج بيزس في الميه في الاكواس سوليوشن بيبقى كومبليتلي ايونز. نمسك الاول السترونج اسيد. في عندنا 7 موست كومن سترونج اسيد، عندنا 7 كومن سترونج اسيد معروفين جدا، 7 احماض اقوياء معروفين جدا. السيفن موست كومن سترونج اسيدز منهم 6 مونوبروتيك اسيدز، 1 دايبروتيك اسيدز. مونوبروتيك اسيدز يعني الحامض يحتوي على اتش واحده، دايبروتيك اسيد معناه ان الحامض يحتوي على 2 اتش. فالسكس مونوبروتيك اسيد اللي هم 6 احماض اللي هي المونوبروتيك اسيد بتشمل احماض ال HCl وال HBr وال HI وال HNO3 وال HClO3 وال HClO4. دول اللي هم 6 مونوبروتيك اسيد. ال 1 دايبروتيك اسيد اللي هو ال H2SO4 حامض الكبريتيك سلفوريك اسيد. الاحماض السبعه دول مكتوبين تحت هم في صوره لويس ستراكشر، HCl CL حواليها 8 وال H حواليه 2، ال HBr ال HI ال HNO3 ال HClO3 ال HClO4 ال H2SO4 كل دول مكتوبين بصيغة لويس ستراكشر. يبقى احنا عندنا فيه 6 مونوبروتيك اسيد سترونج وعندنا 1 دايبروتيك اسيد سترونج. هذه الاسيد ذيس اسيدز ان ووتر كومبليت ايونايزيشن، بيحصل لها كومبليتلي ايونايزيشن. لو خدنا واحد منهم زي النيتريك اسيد HNO3 ايكوس اسيد مع الووتر، طبعا لو حابين نكتبه صيغه بونروسيد لوري كونسبت اللي بتعتمد على البروتون دونر والبروتون اكسبتور، بنلاقي ال HNO3 اسيد بروتون دونر فيدي هيدروجين ايون الى الووتر اللي هي بيز لبروتون اكسبتور عشان تديني NO3 جروب عليها نيجاتيف ايون و H3O على بوزيتيف ايون اللي احنا بنسميه الهيدرونيوم ايون. حصل كومبليتلي ايونيزيشن، يبقى ال HNO3 ان ووتر جيف هيدرونيوم ايون بلس نيتريت ايون. دي اكوردنج تو بروستيد لوري كونسبت. الهيدرونيوم ايون والهيدروجين ايون زي ما قلنا في المحاضره السابقه ان هما انترتشينجبل تو ريبريزنت ذا هيدريتد بروتون ان ووتر. فالهيدرونيوم ايون هو عباره عن هيدروجين ايون هيدريتد مع ميه، يبقى اتش موجب و H2O يبقى H3O بلس. نقدر نكتب النيتريك اسيد according to Arrhenius concept. Nitric acid aqueous give
hydrogen ion plus nitrate ion. دي according to Arrhenius concept اللي هي المعادلة اللي تحت، والمعادلة اللي فوق خالص according to Bronsted Lowry concept. إنما في الحالتين النيتريك أسيد بيحصل له completely ionization وبتحول إلى hydronium ion plus nitrate ion or hydrogen ion plus nitrate ion. في الإيكواس solution of strong acid يعتبر هو المين سورس للهيدروجين ايون. الأحماض هي المين سورس للهيدروجين ايون. In an aqueous solution of strong acid, the acid is normally the only source of hydrogen ion. يبقى الأحماض هي المين سورس للهيدروجين ايون. لما يبقى الحامض مونوبروتيك أسيد زي ال HNO3 وال HCl يصبح الـ concentration of hydrogen ion بيساوي الـ original concentration of acid. يعني لو عندي مثلا أسيد الـ concentration بتاعته 0.01 مولر، هلاقي الـ hydrogen ion أيضا 0.01 مولر. فالـ hydrogen ion concentration اللي هي بين العلامتين اللي هي الرمز اللي تحت ده بيساوي الـ original concentration of acid. ده هنشوفه من خلال الـ example اللي هو في الـ slide دي. لو عندنا nitric acid of concentration 0.2 مولر، هنلاقي الهيدروجين ايون كونسنتريشن also 0.2 مولر، لان احنا قلنا ان الكونسنتريشن في هيدروجين ايون بيساوي الاوريجينال كونسنتريشن اوف اسيد. بس الكلام ده لا يتحقق الا مع المونوبروتيك اسيد. يبقى بالنسبه للمونوبروتيك اسيد اللي هي المين سورس للهيدروجين ايون، بيبقى الهيدروجين ايون كونسنتريشن ايكوال الاوريجينال كونسنتريشن اوف اسيد. فلو الاسيد اوف كونسنتريشن 0.2 مولر، يبقى الهيدروجين ايون كونسنتريشن اولسو 0.2 مولر. لو حبينا نعبر عن الكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون ان تيرمز اوف بي اتش زي ما شفنا المره اللي فاتت، البي اتش فاليو بتساوي ماينس لوج البيس 10 للهيدروجين ايون كونسنتريشن، يبقى ايكوال ماينس لوج بيس 10 للكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون اللي هو 0.2، يديني 0.7. معناه ان البي اتش فاليو هنا 0.7. 0.7 يعني فيري كلوز، يعني فيري لو، معناه ان المحلول سترونج اسيديك ميديوم. فيما يتعلق بدايبروتيك اسيد زي السلفوريك اسيد، السيتويشن بتبقى مور كومبلكس، مختلفه تماما. ما نقدرش نطبق القاعده اللي بتقول ان الاوريجينال كونسنتريشن اوف هيدروجين ايون بيساوي الاوريجينال كونسنتريشن اوف هيدروجين ايون بيساوي الاوريجينال كونسنتريشن اوف اسيد الا مع الاحماض اللي هي سميناها مونوبروتيك اسيد. المسائل بيجي لنا بصيغ مختلفة. إما يديني قيمة الـ pH ويطلب الهيدروجين ايون كونسنتريشن، أو يديني الهيدروجين ايون كونسنتريشن ويطلب الـ pH. فناخد الأول calculating the pH of a strong acid. على أساس إن هو مديني الـ concentration of acid. يبقى هنا ممكن يديني الـ concentration of acid ويطلب الـ pH أو العكس. ناخد الأول الـ calculating of the pH value of a strong acid ومديني الـ concentration of acid. المسألة بتقول what is the pH of A 0.0 4 مولر solution of
HClO4 acid. بما ان ال HClO4 من ال 6 monoprotic acid اللي هم strong مع الميه هيديني كومبليت ايونيزيشن. انت هنا بقى ممكن تكتبه بصيغه البرونوستيك لوري كونسبت او ارهينيوس كونسبت، ما تفرقش. فلو كتبته ببرونوستيك لوري كونسبت HClO4 aqueous plus water liquid give hydronium ion positive plus ClO4 negative، او تقدر تكتبه ايضا HClO4 aqueous give hydrogen ion plus ClO4 negative، الاثنين صح. فلو انا واخد 0.04 مولر من الحامض يديني 0.04 مولر من الهيدروجين ايون و 0.04 مولر من ClO4. اذا هنا الكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون بيساوي 0.04، زي ما اتفقنا ان الهيدروجين ايون كونسنتريشن بيساوي الكونسنتريشن اوف اوريجينال اسيد او الاوريجينال كونسنتريشن اوف اسيد لما يكون مونوبروتيك. ده مونوبروتيك اسيد، يبقى الهيدروجين ايون كونسنتريشن ايكوال 0.04 مولر، وفي نفس الوقت ايكوال الكونسنتريشن اوف ClO4 نيجاتيف. البي اتش بيساوي ماينس لوج للبيز 10 في الكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون 0.04، يبقى البي اتش فاليو 1.4. 1.4 يعني فيري لو، معناه ان ده سترونج اسيديك ميديوم. دي الطريقه اللي هو بنقدر نحسب منها البي اتش بدلاله الكونسنتريشن اوف اسيد. ممكن يديني بقى العكس، ممكن يديني البي اتش ويطلب الكونسنتريشن اوف اسيد على حسب المسألة معطاني. ناخد مثلا المسألة دي، مدين البي اتش او عايز الكونسنتريشن اوف اسيد. An aqueous solution of nitric acid has a pH of 2.34. What is the concentration of acid؟ يبقى احنا عكسنا ايه؟ عكسنا الوضع. المرة دي مديني pH value 2.34 و require the concentration of acid. هنعوض مباشرة في العلاقة ال pH equal minus log base 10 concentration of hydrogen ion 2.34 equal minus log 10 base concentration of hydrogen ion، ومنها هنطلع ال concentration of hydrogen ion to give 0.0046 molar. معناه ان ال concentration of nitric acid بيساوي 0.0046 مولر، ودي بنفس القاعدة اللي احنا بنقول فيها ان ال concentration of hydrogen ion بيساوي ال original concentration of acid. ده فيما يتعلق به ال strong acids. اذا ال strong acids لما بتدوب في المية بيحصل لها complete ionization وبتتحول من صورة المولكيول الى صورة الايونز. يبقى هنا البرسنتج ايونيزيشن في السترونج اسيد 100% 100%. ننقل بعد كده على السترونج بيزس اللي هي القواعد القوية. الحقيقة السترونج بيزس لها عدة مصادر، لكن الموست كومن سولوبل سترونج بيزس بيسموهم اما الايونيك هيدروكسايد اوف الكلاي ميتالز، الايونيك هيدروكسايدز اوف الكلاي ميتالز زي الصوديوم هيدروكسايد والبوتاسيوم هيدروكسايد، دول بيسموا الايونيك هيدروكسايدز اوف ذا الكلاي ميتالز، او الايونيك هيدروكسايد اوف هيفير الكلاين ايرث ميتالز اللي هي بيسموها القواعد الارضيه. الايونيك هيدروكسايدز اوف هيفير الكلاين ايرث ميتالز زي الاسترونشيوم هيدروكسايد، دول عباره عن الموست كومن سوليبل سترونج بيزس. اما الايونيك هيدروكسايد اوف الكلاي ميتالز او الايونيك هيدروكسايد اوف هيفير الكلاين ايرث ميتالز.
الكومباوندز دي بيحصل لها complete ionization في الووتر وبتدي OH ion هيدروكسيل جروب ions. فلو خدنا مثلا صوديوم هيدروكسيد ايكوس في المي يدينا صوديوم ايون ايكوس زائد او اتش ايون ايكوس، واحنا اتفقنا كلمه ايكوس ايكوس معناها ان الايون سراوندد باي مولكيولز اوف ووتر. ايضا هنا نقدر نشوف ان الكونسنتريشن اوف اتش ايون بيساوي الاوريجينال كونسنتريشن اوف صوديوم هيدروكسيد ايكوس. يعني لو انا عندي صوديوم هيدروكسيد الكونسنتريشن بتاعها 0.1 مولر هتديني اتش ايون الكونسنتريشن ايضا 0.1 مولر، يعني زي المونو بروتيك اسيد. لو عندي بوتاسيوم هيدروكسيد ايكوس مع الميه يديني بوتاسيوم ايون ايكوس بلس او اتش ايون ايكوس. ده اللي هي المصدر الاولاني من السترونج بيزس اللي هي اما الايونيك هيدروكسيد اوف الكالاي ميتالز او الايونيك هيدروكسيد اوف هيفير الكالاين ايرث ميتالز. طيب برضو هنمشي بنفس الطريقه، هنا ممكن يديني البي اتش ويطلب الكونسنتريشن او ممكن يديني الكونسنتريشن ويطلب البي اتش زي ما هنشوف في ايه الاكزامبل اللي قدامنا ده. Calculating the pH of strong base. What is the pH of 0.028 molar solution of sodium hydroxide, 0.0011 molar solution of calcium hydroxide. خلي بالك فيه هنا sodium hydroxide يبقى معاه OH1 OH ion واحدة، calcium hydroxide معاه اتنين. ناخد الحالة الأولانية، نكتب معادلة التأيون. صوديوم هيدروكسيد ايكوس جيف صوديوم ايون ايكوس بلس او اتش ايون ايكوس. الكونسنتريشن بتاع صوديوم هيدروكسيد 0.028 مولر بما انه كومبليت ايونيزيشن هيديني 0.028 مولر من الصوديوم ايون ايكوس بلس او اتش ايون 0.028 مولر ايكوس من الاو اتش ايون. وبالتالي بالكونسنتريشن بتاع الـ H ion بيساوي 0.028 مولر. ممكن هنا اجيب الـ BOH، وبعد ما اجيب الـ BOH اطرحه من 14 يديني الـ BH، وممكن اجيب الهيدروجين ايون كونسنتريشن لان الحاصل ضرب الهيدروجين ايون في الـ H ion بيساوي 10 to the power minus 14 at 25 degree centigrade، ومنها اطلع الهيدروجين ايون كونسنتريشن ثم اجيب الـ pH. هنا مش ماشي كده، الاول جاب الـ pOH minus log base 10 الكونسنتريشن of H ion بيساوي minus log base 10 0.028 فيطلع الـ pOH 1.55 مباشرة. بما ان الـ pH بلس الـ pOH بيساوي 14 يبقى الـ pH بيساوي 14 minus 1.55 to give 12.45. طبعا ده above الـ pH 7 معناه ان هو strong بيزك ميديم. ناخد الجزئيه الثانيه اللي هي 0.0011 مولر سوليوشن اوف كالسيوم هيدروكسيد. لما ناخد كالسيوم هيدروكسيد ايكوس يديني كالسيوم ايون زائد 2 او اتش ايون، 2 2 او اتش ايون مش واحد، لان الكالسيوم داي فالنس تن الصوديوم مونو فالنس. يبقى 0.0011 مولر كالسيوم هيدروكسيد جيف 0.0011 مولر اوف كالسيوم ايون بلس 2 برودكت 0.0011
أو 2 multiply by 0.001 من الـ OH ion. يصبح هنا الـ concentration بتاع الـ OH ion 2 مضروبين في 0.0011. ونمشي بنفس الطريقة. الـ BOH بيساوي minus log الـ concentration بتاع الـ OH ion بيساوي minus log الـ base 10 2 في 0.0011 يساوي 2.66. ده الـ BOH. وما نطلع الـ pH 14 minus 2.66 بيساوي 11.34. الفرق بالاثنين ان احنا هنا في الصوديوم هيدروكسيد كان عندنا OH ion واحدة، في الكالسيوم هيدروكسيد عندنا اثنين. طب لو عندنا ألمنيوم هيدروكسيد ALOH كل ثلاثة يديني 3 OH. نخلي بالنا من الفالنس بتاعنا. نكمل المصادر الأخرى للسترونج بيزك. احنا قلنا الموست كومن سترونج بيزك سوليوشن جاية من الألكالين إيرث ميتالز ومن السترونج الالكالي ميتال زي الصوديوم هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد، والالكالي ايرث ميتال الكالين ايرث ميتال زي السترونجيوم هيدروكسيد. في برضه عندنا مصادر اخرى للبيزك، هي بعض السبستانسز لما تتداوب تتفاعل مع الميه تديني اتش اي. في بعض المواد لما ترياكت مع الميه تدي اتش اي. الموست كومن هي ثلاث حاجات: ايونيك ميتال اوكسايد، ايونيك هيدرايد، ايونيك ناترايد. نمسك الاول ايونيك ميتال اوكسايد. لو خدت مثلا صوديوم اوكسايد او كالسيوم اوكسايد ودوبناهم في ميه، الصوديوم اوكسايد مع الووتر يديني صوديوم اين و اتش اين، يبقى اصبح المحلول بيزك سوليوشن لان طلع عندي اتش اين. لو خدت الكالسيوم اوكسايد مع الميه اديني كالسيوم ايون و اتش ايون، ده بنسميه الايونيك ميتال اوكسايد. يبقى الايونيك ميتال اوكسايد زي صوديوم اوكسايد كالسيوم اوكسايد لما ادوب في ميه يديني اتش ايون. في الايونيك هيدرايد زي صوديوم هيدرايد برضو مع الميه يديني صوديوم ايون، وهيدروجين ايون عليه نيجاتيف تشارج. خلي بالك عليه هنا المره دي الايكوس، هيدروجين ايون هيدروجين عليه الايون هنا عليه نيجاتيف تشارج، عشان لما نحطهم مع بعض النيجاتيف تتعادل مع البوست بتاع الصوديوم يديني ان اي اتش. بعد كده الاتش ايون ده مع الميه ياخد من الميه واتش بالموجب عشان تعادل الاتش السالبة ويبقى اتش 2 جاز. يبقى اللي باقي عندي من المية او اتش اين عليه سالب. خلي بالك من الاشارات ال ان اي اتش الاول الدينوس، يعني التفاعل ده بيتم على خطوتين. الفيرست ستيب ان اي اتش جيف صوديوم ايون بلس هيدروجين ايون نيجاتيف تشارج، افتر ذات نيجاتيف تشارج وذ ووتر جيف هيدروجين جاز بلس اتش ايون. المعادله الثانيه الاتش ايون على النيجاتيف والميه، الميه جيف الاتش سالب بروتون تعادله يبقى اتش 2 وباقي عندي اتش اين. لما نجمع المعادلتين على بعض يطلع ال ان اي اتش زائد الووتر يديني صوديوم ايون بلس هيدروجين جاز بلس اتش اين، لان الاتش النيجاتيف هتروح مع الاتش النيجاتيف، ويبقى الناتج النهائي صوديوم ايون زائد هيدروجين جاز زائد او اتش اين سالب. ده بيسموه الايونيك هيدرايد.
في عندنا بعد كده الايونيك نيترايت، ايونيك نيترايت. الايونيك نيترايت هنعملها بنفس الطريقة، ان اي 3 ان، لان النيتروجين تراي فالنس فبياخد معاه 3 صوديوم، ان اي 3 ان ايكوس يديني ان 3 نيجاتيف ايكوس زائد 3 ان اي ايكوس موجب. الان 3 مع المية تديني امونيا و3 اتش اي، يبقى بنفس الطريقة اللي فوق، لان لما الجزء الاولاني المعادلة ان 3 نيجاتيف لما ناخد معاهم 3 ان اي بوزيتيف يبقى 3 بوزيتيف يعادلوا 3 نيجاتيف يبداني ان اي 3 ان. تحت بقى الان اي الان 3 نيجاتيف ياخدوا 3 اتش من الميه، احنا عندنا هنا 3 مولكيولز اوف ووتر يعني 6 هيدروجين و3 او، ياخد منهم 3 موجب 3 اتش موجب عشان يديني امونيا جاز ان اتش 3، والباقي عندي 3 او اتش. لما نجمع المعادلتين على بعض يبقى ان اي 3 ان بلس ووتر 3 ووتر جيف 3 ان اي موجب ايكوس زائد امونيا جاز زائد 3 اتش اي. دول عباره عن الموست كومن ماتيريال اللي لما ترياكت مع الميه تدي اتش اي، ايونيك ميتال اوكسايد، ايونيك هيدرايد، ايونيك نيترايت. دي فيما يتعلق ب السترونج اسيد والسترونج بيز. هنروح بعد كده على الويك اسيدز والويك بيزز، هنلاقي في اختلاف. الويك اسيدز بيسموها ويك الكترولايت. ليه ويك الكترولايت؟ لانها لما تتدوب في الميه بتبقى بارشلي ايونايزد، ما بتتاينش كلها، جزء بيبقى في صوره متاينه وجزء بيبقى في صوره مولكيول. فالويك اسيدز اونلي بارشلي ايونايزيشن. بما ان بارشلي ايونايزيشن يبقى السوليوشن بتاعي هيبقى فيه ايونز وفيه مولكيولز، وبالتالي هنوصل الى ايكوليبريم ستيت، الى حاله اتزان، زيها زي ما خدنا في حاله الايكوليبريم في الشاتيلي برينسيبل، بس الثانيه كان ايكوليبريم مع مولكيولز مع بعضها البعض، هنا ايكوليبريم ايونز مع مولكيولز. فالاسيديك سبستانسز الويك partially ionized، يبقى under equilibrium conditions there is molecules of certain concentration and the ions of certain concentration both present under equilibrium condition، الاثنين موجودين تحت حالة الاتزان. عشان نوضح الكلام ده هنقول والله لو انا عندي حامض HA، HA يعني weak acid، ال H وال A، ال H يعني الهيدروجين الموجب وال A اللي هي السالب. ممكن برضو تكتب الحامض هنا اللي هو weak acid اما بالصيغه بتاعت برونوسيد لوري كونسبت او ارهينيوس كونسبت، هنكتبها بالصيغتين. لو خدنا HA equals مع water liquid يبقى ال HA acid بروتون دونر والميه بيز بروتون اكسبتور. تبص تلاقي ال HA اتحولت الى ادت للميه بروتون دونر فتحولت الى A minus، والميه بقت H3O الهيدرونيوم ايون اللي هو قدامنا ده. خلي بالك احنا كنا اتكلمنا قبل كده على الكونجيجيت اسيد والكونجيجيت بيز. الكونجيجيت اسيد اللي هو البيز مضاف اليه H، يعني المايه هنا بيز والكونجيجيت اسيد بتاعها H3O، وعندنا الكونجيجيت بيز جايه من الحامض نتيجه ماينس اتش، فال HA الكونجيجيت بيز بتاعها A ماينس.
فالكونجكت اسيد تقدر تقول هي عباره عن البيس مضاف الى هيدروجين اي، والبيز الكونجكت بيز معناها اسيد مطروح منه هيدروجين اي. دي معادلتين ما تنساهمش ابدا عشان لو تعرف تطلع منهم الكونجكت اسيد والكونجكت بيز. الكونجكت اسيد هو في هو البيز مضاف اليه هيدروجين اي، والكونجكت بيز هو اسيد مطروح منه هيدروجين اي. وبرضه تقدر تكتبها بنفس الصيغه بتاعت ارهينياس، تاخد الاتش ايكوس يدينا هيدروجين اين وايه ماينس ايون. خلي بالك هنا احنا عاملين السهم رايح جاي، في حين لما كنا بنتكلم على سترونج اسيد سهم واحد، لان التفاعل هنا ده ريفيرسيبل كيميكال رياكشن، بنوصل لحاله اكوليبريم لما يبقى الرياكشن في الفورورد دايركشن ايكوال الرياكشن في الفيلوسيتي اوف رياكشن، او الريت اوف رياكشن ان ذا فورورد دايركشن ان ذا فورورد بيساوي الريت اوف رياكشن ان ذا ريفيرس دايركشن. يبقى rate of reaction in the forward direction بيساوي rate of reaction في reverse direction. ومن هنا ممكن نطبق عليهم اللو اوف ماس اكشن اللي هو قانون فعل الكتله. بيقول ايه بقى؟ under equilibrium condition تقدر تستخدم نفس الصيغتين، يا اما برونوسيد لوري كونسبت او ارهينيوس كونسبت، الاثنين صح. ثابت الاتزان كي اي اللي هو بيسموه الاكوليبريم كونستانت فور اسيد بيساوي حاصل ضرب الكونسنتريشن اوف هيدرونيوم ايون مضروب الكونسنتريشن اوف اي ايون على الكونسنتريشن اوف اتش اي. وتقدر تقول برضو بدأ ممكن بدل الهيدرونيوم ايون تكتب اتش ايون في اتش اي في تركيز الاي ماينس على الوقت، الاثنين صح. بما ان الووتر هنا solvent it is omitted from the equilibrium constant expression، احنا اتفقنا قبل كده لما يكون عندنا بيور ليكويد او بيور سوليد بنعتبر الكونسنتريشن بتاعه بيساوي واحد، يبقى الكي اي بتساوي حاصل ضرب احنا طبعا شلنا الميه لان الكونسنتريشن بتاعها بيساوي واحد، يبقى ده بيسموه ثابت الاتزان الحامض كي اي فور اسيد. كلمه اي معناها اسيد، والكي اي مرتبط بتمبريتشر اللي بيأثر فيه درجه الحراره. الرسمه دي بتوضح لنا الكلام اللي انا قلته قبل كده. عندنا ازاستين، واحده سترونج اسيد والثانيه ويك اسيد، الفرق بينهم ان في السترونج اسيد بيحصل كومبليت ايونيزيشن او كومبليتلي ديسوسييت، الاتش اي بتبقى اتش موجب واي موجب، مفيش اتش اي مولكيول. اما ال زي ما احنا شايفين اهو سهم واحد اهو اتش اي ايكوس زائد اتش 2 او ليكويد يديني اي ماينس ايكوس زائد اتش 3 او موجب. كومبليتلي سهم واحد بيحصل كومبليت ايونيزيشن، يعني اندر اكوليبريم كونديشن مفيش اتش اي ولا في اتش 2 او ليكويد، كله اي ماينس واتش 3 او بوزيتيف، بيحصل كومبليت ايونيزيشن. يبقى هنا مفيش حاجه اسمها حاله اتزان لان التفاعل كله في وان دايركشن اللي هو ريفيرسيبل كيميكال رياكشن. الازازه الثانيه الويك اسيد اتش اي مولكيول بيحصلها بارشال ايونيزيشن او بارشالي ديسوسييت، فنلاقي عند حالة اتزان مولكيولز من الحامض اتش اي والايونز اي ماينس واتش 3 او موجب وسهمين، معناه ان احنا موجودين اندر اكوليبريم كونديشن، يعني الريت اوف رياكشن في الفورورد دايركشن بيساوي الريت اوف رياكشن في الريفرس دايركشن. الكي اي اللي هو ثابت الاتزان بتاع التأين فانكشن في التمبريتشر، يعني من غير درجة الحرارة هو اتغير. فالكي اي اللي هو الاسيد اسوسيشن كونستانت فور اتش اي بيساوي فانكشن في التمبريتشر تي، فلو غيرنا التمبريتشر
الإكوليبريم كونستانت فور أسيد أيضا يتغير. فعندنا بقى جدول هو متبين فيه بعض الويك أسيدز في المية at 25 degree centigrade، الأسيد الفورمولا الكونجيجيت بيز الإكوليبريم رياكشن ثابت الاتزان. خد مثلا الفينول، الفورمولا بتاعته بنزين رينج راكب فيها او اتش، يبقى CH6H5OH. الكونجيجيت بيز زي ما اتفقنا هو اسيد مطروح منه اتش، يبقى C6H5O على شحنه سالبه. الاكوليبريم رياكشن تقدر تكتبه اما في صوره برونوسيد لوري او في صوره ارهينياس، خلينا في برونوسيد لوري كونسبت. يبقى لما ناخد C6H5OH مع الميه ليكويد يديني C6H5O سالب زائد هيدرونيوم ايون. يبقى الكي اي هو حاصل ضرب الكونسنتريشن بتاع الهيدرونيوم ايون في الكونسنتريشن بتاع C6H5O سالب مقسوما على الكونسنتريشن بتاع C6H5OH، شلنا الميه يطلع الثابت 1.3 × 10⁻¹. الاسيتيك اسيد شرحه CH3COOH، برضو هنا مكتوب لويس ستراكشر، الكونجيجيت بيز بتاعته CH3COO سالب، الإكوليبريم رياكشن أسيتيك أسيد بلس ووتر جيف أسيتيت أيون بلس هيدرونيوم أيون، الكي إيه 1.8 × 10⁻¹. طبعا واضح هنا إن الإكوليبريم كونستانت فور أسيتيك أسيد مور ذان الإكوليبريم كونستانت فور فينول، وبالتالي نقدر نقول إن الأسيتيك أسيد مور سترونجر ذان الفينول. خلي بالك كل ده at 25 ديجري سنتيجريد، لو غيرنا الحرارة الأرقام دي كلها هتتغير، اللي هو ثابت الإتزان هيتغير، التفاعل شكل التفاعل مش هيتغير، إنما الإكوليبريم كونستانت الرقم بتاعه الفاليو بتاعته هتتغير. الجدول ده فيه كل بقى الأحماض الويك أسيد زي ما أنت عايز، الكلوراس أسيد HClO2، الهيدروفلوريك أسيد HF، ناتراس أسيد HNO2، بنزويك أسيد C6H5COOH، أسيتيك أسيد، هايبوكلوراس أسيد، هيدروسيانيك أسيد، فينول، كل دي أحماض ويك. مكتوب الاستراكشر الفورمولا بتاعتها ومكتوب الكونجيجيت بيز والثوابت إكوليبريم كونستانت. بنلاحظ ان كل ما يبقى الإكوليبريم كونستانت كبير كل ما يبقى الديجري اوف ايونيزيشن عالي. فبنلاحظ من الجدول ده ان الكلوراس اسيد اللي هو HClO2 مور سترونجر ذان اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي هي في اقل واحد خالص فيهم تحت اللي هو الفينول. يبقى the magnitude of Ka indicates the tendency of the acid to ionize in water. As Ka increases الأسيد بيبقى more strong. فنأخذ على سبيل المثال acetic acid stronger than الفينول. Why؟ لأن ال Ka الأسيتيك أسيد 1.8 × 10⁻¹. Why؟ ال Ka for الفينول 1.3 × 10⁻¹. دي السترونج الويك اسيد. لما تيجي بقى ناخد مسائل عليهم يقول لي مثلا احسب الكي اي من البي اتش، كالكوليتنج الكي اي من البي اتش، يعني هو مديني البي اتش ونحسب الكي اي. المساله قدامنا بيقول a student prepared a 0.1 مولر solution of formic acid. فورميك اسيد معروف ويك اسيد ورمز بتاعه HCOOH and found HBH at 25 degree centigrade to be 2.38. يعني الستودنت الطالب ده لما حضر formic acid solution of concentration 0.1 molar الكلام ده at 25 degree centigrade measure البي اتش قاس البي اتش فلقاها 2.38. calculate Ka for formic acid at this temperature. ستيب نمبر 1 اكتب المعادله.
ادي الفورميك اسيد، اكتبها برونوستيد لوري كونسبت. يفضل عايز تكتبها ارهينيس مفيش مشكله، HCOOH equals plus water liquid يديني H3O positive hydronium ion plus HCOO سالب acetate ion، or HCOOH equals يديني hydrogen ion equals plus acetate ion HCOO negative equals Arrhenius concept. كويس، أنا بادئ بـ concentration point 1. حصل تقيم بنسبه قد ايه، تقيم منه قد ايه اكس، يبقى الفاضل without ionization 0.1 minus x. الريزلت من الايونيزيشن اكس هيدروجين اين واكس استيت اين. يبقى under equilibrium condition احنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا 0.1 minus x مولر من الفورميك اسيد، واكس مولر من الهيدروجين اين، واكس مولر من الاسيتيت اين، دول اندر ايكوليبريم كونديشنز. يبقى الكي اي بتساوي الكونسنتريشن اوف هيدروجين اين مضروبه في الكونسنتريشن اوف فورميت اين اوفر الكونسنتريشن اوف فورميك اسيد. خلي بالك هو مديني طبعا مديني قيمه البي اتش، البي اتش بيساوي ماينس لوج الكونسنتريشن بتاع الهيدروجين اين 2.38، ومنها ممكن اطلع الكونسنتريشن اوف هيدروجين اين اللي هو انا مسميه اكس. يبقى اكس بيساوي هيدروجين اين كونسنتريشن ايكوال 4.2 10 تو ذا باور ماينس 3 مولر. اروح بقى اقعد في المعادله اللي تحت دي، يبقى كي اي بتساوي الكونسنتريشن اوف هيدروجين اين 4.2 في 10 تو ذا باور ماينس 3 في 4.2 في 10 تو ذا باور ماينس 3 اللي هو الكونسنتريشن بتاع الفورمين على 0.1 ماينس 4.2 10 تو ذا باور ماينس 3. بما ان ال 4.2 10 to the power minus 3 very small compared to 1 we can cancel 4.2 10 to the power minus 3 compared to 0.1 او ممكن نسيبها زي ما هي نحسبها، فنطلع قيمه الاكوليبريم كونستانت 1.8 10 to the power minus 4. يبقى هو ده ثابت الاتزان بتاع هذا المحلول عند هذه درجه الحراره، والدائرة اللي قدامي ديت بيسمى الإكوليبريم ميكشر، بيكون عند هيدروجين أين وأسيتيت أين وفورميت وفورميك أسيد مولكيول كلهم موجودين تحت حالة الاتزان. ساعات بقى يطلب البي اتش، يعني المرة اللي فاتت اداني البي اتش وطلب الكي ايه، المرة دي ممكن يديني الكي ايه ويطلب البي اتش، يعني ايه أعكس. For example عندنا acetic acid of concentration 0.1 molar calculate البي اتش، يبقى هنا المرة دي اداني الكونسنتريشن اوف اسيد وطالب البي اتش. هنمشي بنفس الخطوات بس هنا لازم يديني معلومة اللي هي ايه؟ الإكوليبريم كونستانت بتاعة الحامض وات كام ات سيرتن تمبريتشر، لازم يديني قيمه المعلومه بتاعه الحامض، فيري امبورتنت، مهمه جدا، من غيرها مش هعرف اكمل الحساب. يبقى الفيرست ستيب ان انا هكتب الاسيتيك اسيد بيحصل له بارشلي ايونيزيشن عشان يدي هيدروجين اين واسيتيت اين، انا كاتبها هنا ارهينيوس. عايز تعملها برونوستيد لوري كونسبت مفيش مشكلة. احنا بادئين بكونسنتريشن قد ايه من الحامض 0.3، يتقين منه كام اكس، يبقى 0.3 ماينس اكس عشان يديني اكس واكس. يبقى الكي اي بيساوي حاصل ضرب الكونسنتريشن اوف هيدروجين اين
في الـ concentration of acetate ion على concentration of acid. الـ concentration of hydrogen X والـ acetate ion X والـ acetic acid 0.3 minus X. تسهيلا للحسابات ممكن اهمل X بالنسبة لـ 0.3، وبالتالي X is very small compared to 0.3، وبالتالي ممكن احسب X، يطلع الـ X 2.3 10 to the power 2.3 مضروب في 10 to the power minus 3 اللي هتصبح الـ concentration of hydrogen ion. يبقى الـ concentration of hydrogen ion بتساوي X بتساوي 2.3 10 to the power minus 3 مولار، وبالتالي أصبحت الأمور سهلة جدا. منها يمكن حساب الـ pH، تصبح الـ pH بيساوي minus log base 10 في 2.3 10 to the power minus 3 بيساوي 2.64. ساعات بقى يطلب الـ degree of ionization. هي الـ degree of ionization اللي هي الـ concentration بتاعت الهيدروجين ايون على الـ concentration بتاعت الحامض initially. الـ concentration الـ percentage ionization of acetic, acid نسبة تأيون بتساوي تركيز الايون بتاع الهيدروجين على التركيز الأصلي للحامض. الـ percentage ionization here بتساوي الـ concentration of hydrogen ion اللي أنا طلعتها 2.3 10 to the power minus 3 على 0.3 مضروبة في 100 تطلع نسبة تأون 0.77%، يعني very very small. يبقى درجة التأيون هنا صغيرة جدا. في عندنا برضو مثال تاني، calculate الـ pH of a 0.2 molar solution of HCN hydrocyanic acid. هنمشي بنفس الخطوات، مدين الـ Ka بتاعت الـ hydrocyanic acid اللي هو الـ HCN 4.9 10 to the power minus 10 at 25 degree centigrade. برضو أول خطوة نكتب المعادلة HCN equals بدين H موجب equals HCN سالب equals. هستعملها according to برنوس اللوري مفيش مشكلة. أنا بادئ بـ concentration من HCN 0.2، يبقى 0.2 minus X يديني X و X، يبقى الـ Ka حاصل ضرب الـ hydrogen ion concentration X في الـ CN ion concentration X على الـ HCN 0.2 minus X بيساوي 4.9 في 10 to the power minus 10. كنسل الـ X بالنسبة لـ 0.2 ومن نطلع الـ X اللي هي الـ hydrogen ion concentration بيساوي 9.9 10 to the power minus 6 مولار. جبنا الهيدروجين ايون كونسنتريشن، اقدر اجيب منه دايركتلي البي اتش. عايز اجيب البرسنتج ايونيزيشن، يبقى الكونسنتريشن اوف هيدروجين ايون مقسومه على الكونسنتريشن اوف ايه اوف اتش سي ان انيشيالي، يعني 9.9 10 to the power minus x على 0.2 نحسبها تطلع البرسنتج ايونيزيشن في الحالة اللي هي دي. في عندنا أنواع من الأحماض بيسموها بوليبروتيك أسيد. بوليبروتيك أسيد اللي هي الأحماض اللي فيها أكتر من H، يعني إحنا اللي تناولناها من أحماض الويك كلها فيها H واحد. البوليبروتيك أسيد الويك الايونيزيشن بتاعتها بتتم على خطوات، مش وان ستيب، لا مالتيبل ستيب. فالبوليبروتيك اسيد الديفينيشن بتاعها it is the acid that have more than one ionizable H atom، الاحماض التي تحتوي على اكثر من ionizable H atom. يبقى لما نسألك define البوليبروتيك اسيد
تقول it is the acid that have more than one ionizable H atom. عندنا العديد من الأحماض اللي هي البوليبروتيك أسيد، منها السلفوريك أسيد، السلفرس أسيد H2SO3، ده ويك أسيد. لما يحصل له أيونيزيشن بيحصل له على خطوتين، الأول H2SO3 إيكوس يديني H أيون بلس HSO3 ماينس إيكوس، ويبقى دي لسه ثابت اتزان لوحده اسمه Ke1، بيبقى حاصل ضرب الكونسنتريشن بتاع الهيدروجين ايون في السلفرس ايون على الكونسنتريشن بتاع السلفرس اسيد، ده 1.7 10 to the power minus 2 at 25 ديجري سنتيجريد. الخطوه الثانيه السلفرس ايون HSO3 ماينس يتقاين ويدي H ايون ايكواس زائد SO3 شحنتين سالبتين ايكواس سلفرس ايون. الكي اي 2 بتاعته 6.4 في 10 to the power minus 8 at 25 degree centigrade، يبقى ده حصل له ايونيزيشن في 2 ستيب، ستيب الاولانيه كي اي 1 والستيب الثانيه كي اي 2. بنلاحظ ان احنا دايما الستيب اللي المتاخره التقايم بتاعها بيقل، فالكي اي 2 6.4 10 to the power minus 8 وايل الكي اي 1 1.7 10 to the power minus 2. ده احماض بيسموها بولي بروتيك اسيد، هي تيز اسيد ذات هاف مور ذان 1 ايونيزابل اتش اتوم. مثال تاني كربونيك اسيد، اسيد ده معروف جدا اللي هو حامض الكربونيك H2SO3 ايكوس، ده برضو بيتقين على مرحلتين، المرحلة الأولى يديني باي كربونيت H2SO3 ايكوس يديني HSO3 سالب زائد H موجب، عايز تكتبه برونوستد مفيش مشكلة. ال Ke1 بتاعته 4.3 10 to the power minus 7 at 25 degree centigrade، حاصل ضرب الكربونيت ايون في الهيدروجين ايون على الكونسنتريشن بتاع الكربونيك اسيد. بعد كده الكربونيت ايون يحصل له بارشال ايونيزيشن ويدي هيدروجين ايون وكربونيت ايون يديني كي اي 2. لاحظ ان الكي اي 2 5.6 10 to the power minus 11 وايل الكي اي 1 4.3 10 to the power minus 7، دي بيسموها بوليبروتيك اسيد. مثال ثالث الفوسفوريك اسيد بوليبروتيك اسيد، بيتقين المره دي على ثلاث مراحل، المرحله الاولى H3PO4 يديني هيدروجين ايون و H2PO4 سالب، نحسب الكي اي 1 7.5 10 to the power minus 3. المرحله الثانيه ال H2PO4 سالب يديني H2PO4 سالبين 2 نيجاتيف زائد هيدروجين ايون كي اي 2 بيساوي 6.2 10 to the power minus 8. المرحلة الأخيرة HBO4 سالب 2 سالب يديني BO4 اللي هو الفوسفيت ايون بلس الهيدروجين ايون الكي 3 4.2 10 to the power minus 13. لاحظ في فرق كبير جدا ما بين الكي 3 والكي اي 1. الكي 3 صغير قوي 4.2 10 to the power minus 13، الكي اي 1 7.5 10 to the power minus 3. ده البوليبروتيك اسيد اللي هي الويك. والجدول ده بيبين لي مجموعه من البوليبروتيك اسيد، الاسكروبيك اسيد، الكربونيك اسيد، السيتريك اسيد، الاوكزاليك اسيد، فوسفوريك اسيد، السلفرس اسيد، السلفوريك اسيد، تارتاريك اسيد، كل دي احماض بيمشي عليها نفس الخطوات اللي احنا اتكلمنا فيها. في بعض الاحماض لها 2 اكوليبريم كونستانت اللي فيها 2 اتش، والاحماض اللي فيها 3 اتش زي السيتريك اسيد والفوسفوريك اسيد لهم 3 كي. اخيرا هنتكلم على الويك بيزس. زي ما اتكلمنا على الويك اسيد هنتكلم على الويك بيزس
الويك بيزس اللي هي برضو بيحصلها بارشال ايونيزيشن وبتدي او اتش ايون. والويك بيزس اللي هي اكسبت بروتون من المي. فلو انا افرضت ان البيز بتاع الويك بي مع ووتر ليكويد يديني بي اتش زاد او اتش، المره دي بقى البيز اخد اتش من الحامض لان بروتون اكسبتور فاصبح بي اتش موجب، والميه فقدت اتش فاصبحت اتش سالب، يبقى البي اتش بلس اللي هو الكونجكت ايه اسيد، والاتش ايون اللي هو الكونجكت بيز. البي اتش اللي هو الكونجكت اسيد لانه خد ايه اتش منين؟ من الميه والبي زادت واحده، والميه كونجكت بيز لان طرحنا منه اتش. ده برضو اندر اكوليبريم كونديشن بيبقى عندي بي مولكيول وعندي بي اتش ايون وعندي اتش ايون، ونقدر نطبق عليهم الاكوليبريم كونستانت كي بي بيساوي حاصل ضرب الكونسنتريشن بتاع البي اتش موجب في الكونسنتريشن بتاع الاتش ايون على الكونسنتريشن بتاع البي. برضو شلنا الميه H2O is omitted from the equilibrium constant expression، وبنمشي عليه نفس التصرف بتاع الويك اسيد. هناخد مثال الامونيا كبيز. الامونيا مع الووتر ليكويد يديني امونيوم ايون زائد او اتش ايون، الكي بي بتاعتها امونيوم ايون كونسنتريشن في اتش ايون نيجاتيف على الكونسنتريشن اوف امونيا، ده بيسموه البيز ديسوسيشن كونستانت. الجدول ده بيبين سام ويك بيزز ان ووتر ات 25 ديجري سنتيجريد. هناخد مثلا مثال البيز لويس ستراكشر الكونجكت اسيد الرياكشن الكي بي. ناخد الامونيا ان اتش 3 ده اللويس ستراكشر الكونجكت اسيد بتاعها ضفنا اتش، الرياكشن بتاعها اكوردنج تو لوريك برونوستيك لوريك كونسبت الكي بي 1.8 × 10⁻⁵. الميثايل امين الكربونات ايون، يعني هنا بعض الويك بيز بقى في صورة ايونز، كلها دي موجودة فين؟ في الجدول اللي قدامنا ديت، ودي قيم الكي عند الايه؟ الكي بي عند 25 ديجري سنتيجريد. والجدول ده بيبين لي مجموعة من الويك بيزز زي الأمونيا، البريدين، الهيدروكسي أمين، الميثايل أمين، هيدروسلفايد، كربونات أيون، هايبوكلورايت أيون، وبنفس الطريقة اللي احنا كنا ماشيين بيها في الجزء اللي فات.